بلال شوفي. ولا شي، بس خايف عليكي ما أكتر. مو قدران انام، مو نبال مانا هون، ما عرفت أقعد لحالي، متعودة تبقى جنبي. إذا بدك بضل معك لحتى تغفي. شو ما بيصير؟ ليش ما بيصير؟ إذا بدك بقرأ لك كتاب. ماشي. يلا تسطحي. كيف دفعتي الاشتراك؟ نبال دفعت، هيك دائما بتساعدني، هاد المهم عندها، ما بتتركني بنوب. شو هاد اللي عملتيه يا واطيه؟ احكي شو هاد اللي عملتيه يا قليلة الشرف؟ طلعي لبرا، طلعي طلعي لشوف. استغليتي الفرصة يا فلتانة، استغليتي انه نبال ما انا معك هلا. ما في وحدة بهالعمر بتفكر هيك يا وسخة يا واطيه. ناريني اتركي البنت بقى. لك شو انت شيطانة ولي؟ انت شو دخلك بالموضوع؟ طيب اهدي شوي، رح تموتي البنت بين ايديكي. اتركيها، انت ما تتدخلي، هي كمان مثل نبال. شو قصدك؟ شو صار؟ مو نبال مانا هون؟ فدخلت بلال على غرفتها ليتوسخنوا سوا.
نارين! شو جنسكن انتو؟ فهموني مشان الله، ما بتفهموا يعني؟ عم قلك هاي وحدة وسخة، استغلت غياب نبال وفوتت بلال بالليل لعندها. شو صاير؟ نارين! خالتي، عم قلك هاي وحدة عم تتوسخن جوات بيتنا، كيف ما عم تفهموا؟ يا جماعة عم قلكن دخلت بلال على غرفتها بالليل. نارين روقي شوي بقى، خلينا نفهم. لك خلص نارين، سكتي شوي حتى نفهم شو اللي صاير هون. طبعاً دائما نارين لازم تسكت، ما هيك؟ شو هلا كمان بدك تدافع عنا لانه اختها لنبال؟ شو صار؟ طمني، ارتحت باحضانا لهالواطيه الحقيره بالليل؟ ليش هيك حكيتي عن عائشه؟ لك ليش هيك حكيتي؟ تعي لجوا معي. شو اللي عم تقولي نارين؟ اه الظاهر ما عاد في أي حدا بهالبيت عم يسمع كلمتي. على غرفتك نارين، على غرفتك. تعا بلال، تعا لشوف. يلا والله العظيم أنا ما عملت شي غلط مع بلال. منعرف عائشة، اهدي شوي، جيبينا ماي روحي. بلال قول لي الحقيقة، انتو عملتوا شي؟ شو عم تقولي؟ طبعا ما عملنا شي أبدا. شش بلال، احكي الحقيقة، لا تخاف. عملتوا شي؟ عدنان عم يقول ما عملوا شي، اسكت ولا تزودها. أنا لازم روح شوف عائشة. لا تروح هلا، خليك فتون أخدتها لعندها بلا ما تشوفك. بس أنا اللي لازم كون هلا جنبها. خلص طول بالك شوي، خلي البنت تهدى. عمك معه حق، روح أنت على المدرسة هلا. مدرسة شو؟ شبكن أنتوا عم تضحكوا علي بالله؟ كيف بدي روح على المدرسة وأنا بهالقصة؟ روق بلال، إذا هلأ كبرت القصة رح تضايق المخلوقة، خلي عائشة لحالها. لا تحكوا معي مثل أولاد الصغار، ما فيني أتركها وهي وضعها هيك، صعب. البيت صاير مثل مشفى المجانين. صح، لأنه في حدا هو عم يجننا. شو يعني مشاكلكم أنا سببها؟ عدنان، بعت شي حدا من عندك، خلي ياخد تسنيم على الدكتور وبطريقه خلي يحجز لنا دور واحد ورا الثاني. عائشة. بلال لازم شوفها لعائشة. بلال لا تحاكيها لتهدى. أنا جاي لهون حتى حاكيها وخليها تهدى. يا بلال البنت خجلانة من الموضوع كله، ما رح تقدر تشوفك لأنها رح تتضايق أكتر. اسمع مني عائشة، تعي معي يلا. بلال روح أنت. خلص عائشة تعي معي. بلال قلت لك روح. طيب بستنى مشان نروح مع بعض. بدي روح لحالي، فهمني بقى. بلال أعطيها وقت مشان تهدى، مو صح تضغط على البنت. بلال اسمعني شو بدي اقلك. امي كيف تعملي هالشي مع البنت؟ روح استنى، طول لي بالك. سألتي عائشة قبل ما تحكي؟ عرفتي مني؟ طيب بلال